السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. قدم حقيقة أحر التعازي لمقام صاحب العصر والزمان في ذكرى أو قرب ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ولمراجعنا العظام وللأمة الإسلامية جمعاء. دأبت جامعة الكفيل على إقامة مواكب حقيقة في خدمة الزائرين، فهذه التظاهرة أصبحت ظاهرة مهمة جدا حقيقة في حياة المؤمنين، إقامة زيارة الأربعين ومراسم الأربعين. جامعة تقيم هذه المواكب، نحن كقسم إرشاد في قسم الإرشاد تتحدث الآن عن دور قسم الإرشاد مع هذه المواكب. لا يخفى أن أبنائنا الطلبة، بناتنا الطالبات تواقون دائما قبل زيارة الأربعين في تسجيل أسمائهم للخدمة في هذه المواكب، فدور إرشادهم إلى كيفية استثمار هذه الطاقات في تقديم الخدمات، وغالبا تكون خدمات طبية. كما تعلمون هناك عندنا كليات طبية في جامعة الكفيل فيقدمون الخدمات الطبية. دور المرشدين والمرشدات أيضا بتواجدهم مع الطلبة والطالبات داعم. الطالب عندما يجد أستاذه وعندما يجد المرشد معه بالتأكيد ستكون حالة من الدعم المعنوي لهذا التواجد. أيضا لهذا التواجد دور آخر، دور إرشادي توجيهي فيما يتعلق بسلوكيات عامة، تتعلق بسلوكيات مهنة أو سلوكيات عامة بالتعامل مع الزائرين. فضلا عن هذا ربما يحصل تقديم خدمة أخرى في البين عارضة، وهي خدمات إرشاد ديني. قد يجد الزائر في مع المرشدين أو مع مسؤول قسم الإرشاد بزيه الديني يحتاج سؤال واستفسار شرعي، وهذه أيضا ممكن أن تحسب خدمة تقدم أيضا تقدمها الجامعة بكوادرها الإرشادية، أيضا فضلا عن الكوادر وهي أعضاء هيئة التدريس.